طيب تعالوا كده ناخد جزء جديد اللي هو بيقول لك how can you see the color opaque object through color transparent objects. يعني بيقول لك ازاي نشوف بقى الاجسام المعتمة الملونة ده هي من خلال اوساط شفافة، من خلال جسم شفاف. انا هبص على جسم معتم من خلال ايه؟ جسم شفاف. ازاي؟ تعالوا كده ناخد الاكتيفيتي نمبر 1 ستيبس، الخطوات. بيقول لك بوت ريد ابل، ضع تفاحة حمراء behind، خلف red green and blue transparent glass sheet. يعني خلف هنجيب مرة لوح زجاج، glass sheet ده اللي هو لوح ازاز، transparent شفاف. مرة هيكون لوح الازاز red احمر، ومرة هنجيب لوح ازاز اخضر، ومرة هنجيب لوح ازاز ايه؟ ازرق blue. look at the red apple، هنبص على التفاحة الحمراء through خلال each glass sheet، خلال كل لوح من الالواح الثلاثة اللي عندي دول. يبقى مرة هنبص عليها من لوح الإزاز الأحمر. بص كده معايا، لوح الإزاز الأحمر محطوط أهو، وإحنا عنينا هنا أهي، هنبص على التفاح من خلال من هنا كده، هنبص من خلال لوح الإزاز الأحمر على التفاح. طبعا التفاحة دي إحنا قلنا إيه؟ أوبيك أوبجيكت، جسم معتم. قلنا لما اللون الأبيض سقط عليها الأضواء السبعة بتسقط على إيه اللي بيحصل يا سنة خمسة؟ قلنا إن هي بتحصل عملية أبسورب أول كولر، تمتص جميع الألوان ما عدا لونها اللي هو اللون الايه هنا الريد. برافو عليك اهو، فانها عكست ريفليكت اللون الريد كلر اللون الاحمر لما هيدنه. ماشي ماشي ماشي، لغايه ما يخبط يحصل عمليه سترايك في لوح الازاز الهين الريد شيت جلاس في لوح الازاز الاحمر. فاللون الاحمر ده جسم شفاف هيسمح للونه بس اللي يعدي ويمتص كل الالوان، فاللون اللي جاي له احمر وهو لونه احمر فيسمح له يعد، فعد اهو ووصل لعينين الشخص فشافه بالتفاحة باللون الايه؟ الاحمر. يبقى عندما يسقط الضوء الابيض على التفاح فانها تمتص جميع الالوان ما عدا لونها اللون الاحمر، فانها تسمح تعكسه، ولما تعكسه اللون الاحمر هيخبط في لوح الازاز الاحمر، فالازاز الاحمر هيسمح للونه بس اللي يعدي، اللون بتاعه بس اللي يعدي، فهيسمح للون الاحمر يعدي فيوصل لعينينا فهنشوف التفاحة باللون الاحمر. ماشي كده؟ يبقى الاوبزرفيشن المشاهدة يقول لك أبل أبيرز، التفاحة تبدو ريد حمراء. When you look at it from the red transparent glass sheet، لما نبص عليها من لوح إزاز أحمر. أبل أبيرز with no color، اللي هي تظهر يعني بلاك، تظهر باللون البلاك اللي هو الأسود. When you look at it from the green and blue transparent glass sheet، بيقول لك ان احنا هنشوف التفاحة باللون الاسود او عديمة اللون لما نشيل لوح الازاز الاحمر ده ونحط بقى لوح الازاز الجرين الاخضر او البلو الازرق. ليه؟ لان هي التفاحة هينعكس منها اللون الاحمر زي ما اتفقنا، فاللون الاحمر هيخبط في لوح الازاز الاخضر، فالاخضر مش هيسمح الا الاخضر بس اللي يعد، فمش هيسمح للاحمر يعد، فمفيش اي الوان هتوصل لعينين، فبالتالي مش هنشوفها ملونة او هنشوفها سوداء. لوح الازاز الازرق نفس الشيء، مش هيسمح الا للازرق بس اللي يعدي. طب اللي جاي له احمر مش ازرق، يبقى اذا هيمنعه ان هو يعدي، فبالتالي مفيش حاجه برضه هتوصل لعينينا، فبالتالي هنشوفها ايه؟ بلاك او ليس لها لون. تعالوا كده نتنقل لجزئيه تانية. بيقول لك بقى الاكسبلينيشن، الاكسبلينيشن ده اللي هو التفسير الكلام ده ايه بقى. بيقول لك ذا ابل ابيرز ريد بيكوز ذا ابل ابسوربس اول ذا لايت كولرز and reflect the red light only. بيقولك ان تبدو التفاحة حمراء لانها بتمتص جميع الالوان وتعكس لونها فقط اللي هو اللون الاحمر red light. the reflected red light، اللون الاحمر المنعكس ده هو strikes the transparent glass sheet، هيصطدم باللون بلوح الازاز الشفاف الاحمر and transmit through it، ويمر من خلاله then reaches our eyes، ويصل الى اعيننا. reaches دي يعني يصل. the apple appears، تفاحة تبدو with no color، بدون لون او عديمة اللون او black سوداء through the green and the blue glass sheet، لما نبص عليها من لوح ازاز green اخضر او ازرق because the reflected red light، لان اللون الاحمر المنعكس from the apple من التفاحة is absorbed by green، هيمتص بواسطة
جرين اند بلو جلاس شيت، بواسطة لوح الإزاز الأخضر والأزرق، and doesn't transmit through them، ومش هي مش هيسمح له بالنفاذ من خلاله. inference بقى الاستنتاج اللي هي الconclusion، بيقول لك the opaque objects الجسم المعتم is seen in its real color when you look at it through a transparent object that has the same color. يبقى بيقول لك ان الجسم المعتم بيظهر بلون الضوء الذي يعكسه، مش كده؟ يبقى الجسم المعتم ماشي بيظهر بلون الضوء الحقيقي اللي بيعكسه. يبقى بنشوف الاجسام المعتمه بلونها الحقيقي ريال كولر، ريال كولر when you look لما بتنظر اليها at it through a transparent من خلال لوح ازاز او من خلال transparent object من خلال جسم شفاف that has the same color ماشي كده مشابه لها في اللون. يبقى بنشوف الاجسام. طيب تعالوا كده ناخد بعد كده الميكسينج ذا كولرد لايت اللي هو خلط الاضواء بقى المره دي، كولرد لايتس اللي هي خلط الاضواء. بقول لك وي يوز 3 كولر بروجيكتور سيتس، هنجيب 3 اجهزه اللي هي بروجيكتور اللي هي اللي قدامنا دي، 3 اجهزه كل واحد من ده هيخرجنا لون من الالوان الثلاثه دول، الجرين والريد والبلو. يبقى 3 اجهزه بيخرجوا 3 الوان مختلفه، ريد جرين اند بلو. when the 3 sets send out the light on a white screen، لما التلات اجهزه دول يطلقوا النور بتاعهم او الضوء بتاعهم على حيطه بيضاء او على شاشه بيضاء، ريد جرين اند بلو كولرز ار كولد، التلات الوان دول بقى بيسموا بايه؟ ذا برايمري كولرد لايتس، بيسموا بالاضواء الاوليه، برايمري دي اللي هو اولي، برايمري كولرد لايتس اللي هما التلات الوان دول الاحمر والاخضر والازرق، تعرفهم ايه الاضواء الاوليه؟ they are colored lights which impossible to be produced by mixing two of the other colored lights. يعني هي اضواء يستحيل impossible يستحيل ان احنا produce نحصل عليها mixing بخلط two of the other colored lights بخلط ضوئين اخرين. يبقى اضواء مستحيل ان احنا نحصل عليها بخلط ضوئين اخرين. طيب الميكسينج اول ذا برايمري كولرد لايتس، خلط الاضواء الثلاثة الاولية ده هي الريد والجرين اند بلو جيف ذا وايت لايت، يعطي ضوء ابيض. يبقى لما اخلط الثلاث اضواء اللي قدامنا دول بس كده احمر واخضر وازرق، في النص تكون الضوء الايه؟ الابيض على كبير، احمر وازرق واخضر، شوف في النص البقعة اللي في النص وايت لايت اهو اداني ضوء ابيض. كمان ذا كولرد لايت ذات كان بي برودوسد باي ميكسينج اند تو اوف ذا برايمري كولرد لايتس ار كولد سكندري كولرد لايتس. يعني بيقول لك ان الاضواء اللي احنا نستطيع ان احنا نحصل عليها بخلط اتنين من الاضواء الاولية البرايمري كولر دول بتسمى سكندري كولر لايتس، اضواء ثانوية. يبقى لما نيجي نخلط اتنين من الاضواء الاولية ونحصل على لون تالت، اللون التالت ده بيسمى ضوء ثانوي. ذا سكندري كولر لايتس بيقول لك ان الاضواء الثانوية ار يلو، هي ايه؟ اليلو الاصفر، والماجنتا اللي هو اللون القرمزي، السيان اللي هو اللي هو اللون الازرق الفاتح. يبقى الاضواء الثانوي الاضواء البرايمري كولر اللي هي قلنا الريد والجرين والبلو، السكندري كولر الاضواء الثانويه هي اليلو والماجنتا والسيان الازرق الفاتح، يبقى اصفر وقرمزي وازرق فاتح، ديت الاضواء الثانويه. طيب تعالوا كده نعرف الاضواء الثانويه، secondary color lights الاضواء الثانويه. بقول لك they are colored lights that are produced by mixing two of the primary colored lights، يبقى هي اضواء
نستطيع ان احنا نحصل عليها produce، نحصل عليها mixing بخلط اتنين من الاضواء الاولية. يبقى اي ضوئين من الاضواء الاولية نخلطهم مع بعض يديني ضوء secondary color، ضوء ثانوي. example mixing two of the primary colored lights to produce one secondary colored light. يبقى خلط ضوئين من الاضواء الاولية لانتاج ضوء ثانوي. زي ايه؟ مديك امثلة. لما اجي اخلط الريد مع الجرين، اللون الاحمر مع الاخضر، بس كده ريد مع جرين، اداني ايه في النص؟ اداني اصفر يلو، ده ضوء سكندري ثانوي. ريد مع بلو يديني ماجنتا اللي هو اللون القرمزي. بلو مع جرين، بلو مع جرين يديني السيان او الساين اللي هو الازرق الفاتح. تحفظ الالوان دي. طيب عندي بقى بعد كده مقارنة، كده بيقول لك points of comparison، نقاط المقارنة او اوجه المقارنة. عندي الديفينيشن، التعريف بين البرايمري كولر وبين السكندري كولر، الاضواء الاولية والاضواء الثانوية. تعرفهم البرايمري كولر قلنا colored lights which impossible to be produced by mixing two of the other colored lights. يبقى هي اضواء مستحيل ان احنا نحصل عليها بخلط ضوئين اخرين. طيب مثل example الريد والجرين والبلو، يبقى الاحمر والاخضر والازرق. طب السكندري colored lights that are produced by mixing to the primary colored lights. يبقى هي اضواء بنحصل عليها بخلط ضوئين من الاضواء الاوليه primary color. مثال اليلو الاصفر، الماجنتا القرمزي، والسيان الازرق الفاتح. طيب do you know، هل تعلم؟ sunlight ضوء الشمس consists of seven light colors، ضوء الشمس يتكون من 7 الوان. mixing color gives different color، mixing color خلط الالوان gives different color يعطينا الوان مختلفة. red blue and yellow are the basic color paints، يعني هي اساسيات الدهانات. يبقى اللون الاحمر والازرق والاصفر هي الالوان الاساسية في الدهانات، في البينتس الدهانات. طيب كده سنة خمسة بنكون خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. ديت اهم الكلمات اللي جت في الدرس، ان شاء الله هرفع حلقه على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، وديت تحفظها كويس الاسئلة دي، الكلمات ديت. بعد ما تحفظها تذاكر الدرس كويس، وبعدين تحل الاسئلة بتاعته. عندنا اسئلة كتيرة هيت تحلها كلها. واي سؤال من دول يقف قدامك ابعت لي، اما كومنت تحت الفيديو اسفل الفيديو، واما ان انت تبعت لي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وانا هجاوبك ان شاء الله. لو عجبك الفيديو وحاسس ان انت استفدت، اضغط سبسكرايب للقناة ودوس لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.